في عالم أعماق البحار الغامض الآسر بمخلوقاته المدهشة، نتعرف على أسماك البيئة المحلية وسواحل وموانئ الشارقة التاريخية. أهلا بكم مشاهدينا في مربى الشارقة للأحياء المائية، الذي يأخذنا في رحلة إلى أعماق البحار الغامضة والغنية بالألوان المفعمة بالحياة المدهشة. طبعاً مربى شارقة الأحياء المائية كموقع استراتيجي في منطقة الخان، أولاً سهل الوصول، ثاني شيء نحن تقريباً يجون مدارس من جميع أنحاء الدولة. الحمد لله معدل الزوار اللي هم المدارس ما بين 500 إلى 600 طالب بشكل يومي. نحن في منطقة قريبة على الفنادق، الخدمات المقدمة طبعاً غير أن عندنا هني الزيارة أو الأحواض المتواجدة، أيضاً في عندنا المنطقة الخارجية فيها ألعاب الأطفال، عندنا الكافيتيريا متواجدة هني، وفي عندنا أيضاً المكان الممشى الكبير متواجد خاليه. تبدأ الرحلة عند بوابة الدخول إلى مربى الشارقة للأحياء المائية، الذي يأخذك إلى عالم البحار والأسماك المتنوعة في أقسام فريدة بتصاميمها التراثية والبحرية. طبعاً مربى شارقة الأحياء المائية ليس فقط أنه يعرض الأسماك والأنواع الموجودة المحلية هنا، ولكن عندنا برامج كثيرة، كثير من الزوار يمكن ما يشاهدونها، اللي هي تعتبر خلف الكواليس، والجهد الأكبر هو يكون خلف الكواليس. في عندنا برنامج إعادة تأهيل السلاحف، أخواننا الصيادين أحيانا يلاقون بعض السلاحف المصابة، يجيبونها عندنا هنا، الفريق يقوم بعلاجها، وبعد فترة نقوم بإطلاقها في منطقة تكون آمنة لها. ففي برامج كثير متعددة بالنسبة للمربى خلال السنة تنظم، والهدف منها مثل ما قلنا نركز على الحياة البحرية وأهميتها لنا وللأجيال القادمة. هنا يأسرك عالم البحار الثري بالأنواع البحرية، وبإمكانك اكتشاف كل هذه المخلوقات البحرية الصغيرة والكبيرة في البيئات الصخرية والشعب المرجانية في مربى الشارقة للأحياء المائية، الذي يتميز بجمع هذه الأسماك تحت سقف واحد. يعتبر مربى الشارقة للأحياء المائية وجهة سياحية مثالية في إمارة الشارقة لكل عشاق عالم البحار وغموضه وأسراره وقضاء أمتع الأوقات مع العائلة والأصدقاء.